اللهم فرج همومنا وكربتنا وضيقنا هذا كله إلى أحسن حال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى متى سنظل غافلين ومشغولين بأنفسنا وبتأمين حوائجنا وتأمين مستقبلنا ومستقبل أولادنا ومستقبل المقربين إلينا، وننسى من هم يعانون، من اشتدت عليهم ظروف وسبل الحياة، من يتمنون الموت بشدة الجوع والبرد والفقر؟ لن يفرق الله علينا ما نحن فيه من كرب ومن معاسي ومن معاناة ومن فقر ومن جوع ومن برد إلا إذا تعاطفنا بين تحنا البين، وعاملنا الناس بالإنسانية والرحمة والعفة والكرم، ونتفقد المنسيين والفقراء والذي يموت جوع والذي في الشارع يموت برد. طبعا شفتوا المقطع حق البنت وقالوا أنها مصاصة دماء. مروا نوضح للعرب كامل أن في اليمن يوجد الرحمة في قلوبنا للذين يعانوا وللضعفاء والفقراء والذين هم في حالة بأساوية، إلا أن البعض يشوهون صورة اليمن واليمنيين، ذلك سأهدر باللغة العربية الفصحى. طبعا أخذوا كلب ومن ثم طرحوا الكلب جنبها بالزاوية، والذي يصوروا يقولوا شوفوا كيف بتأخذ الكلب. والبنت طبعا من شدة المرض الذي فيها وفيها حالة نفسية على ما ذكروا أخذت الكلب ومن ثم قدمته، والمصورين يقولوا أوه شوفوا كيف مصت الكلب، أوه مصاصة دماء، كيف بتمص دم الكلب، ودم الكلب سام، دم الكلب سام. عقول خربانة يحتاج لها إعادة الضبط. هي لا تخترق الكلب، لا تخترق غلاف جلد الكلب، فكيف ستمتص الكلب؟ اللي كانوا يتهموها أكيد شكلهم مقرحين قاهل له. وين الإنسانية؟ وين الرحمة؟ وين العفة؟ حسب الله أخت من خواتكم، هكذا تصوروها وتظهروها للعالم والملأ أنكم الأقبع، قبضتم على مصاص الدماء. الله المستعان، ما هكذا العرف والعادات والإنسانية في اليمن؟ إيش بيقولوا علينا الخارج؟ إيش بيقولوا علينا الذي يقولوا إن اليمن هي أصل العرب، إن اليمن فيها النخوة، فيها الشهامة، فيها الرجولة، فيها الإنسانية؟ يقولوا أوه ليش ما قالوا ليش من قبل إنهم ما في بهم الإنسانية والعفة والرحمة؟ شو تسووه بسمعة اليمن واليمنيين؟ طبعا البنت الآن في الحديدة تخضع للمعالجة، ضروري نساعدهم ونوقف معاهم، لأن في اليمن كل يوم وكل أسبوع وكل شهر يمضي إلا وتكثر فيه المعاناة والمأساوية والفقر والجوع وشدة الظمأ والبلاء والبرد. يوجد أشخاص ليس لديهم بيوت في الشوارع، يقول أنا جاوع، يقول ما بوش أكل، كيف أفعل؟ رحت أندش القمامة وحصلت لي وجبة الحمد لله، والآن برقد، يجي يرقد عشان يقاوم جوعه إلا ويسلق البرد. ونحن ما تعاطفنا معهم ولا واسيناهم، وكل واحد مشغول بنفسه، كل واحد مشغول بتأمين مستقبله ومستقبل أولاده. وربنا ما قصر معانا، وهات يا بابتلاءات فوق الجميع، ليعرف كل شخص أنه لا يعيش لنفسه، وإنما يعيش من أجل تطبيق سنة الله في الكون، وإنما يتفقد الفقراء، وإلا سيصيبك مثل ما أصابهم وأشد. إن لم نتعايش ونتفقد المنسيين ونتفقد الذين يعانون يموتون جوع، سبحان الله عادوا الآن ما نزلت علينا لعنة. إذا ابتلاها الله بمرض أنتم بدلوها؟ ترقموا لها رجل دقيقة؟ ما هذه المعاملة؟ حتى ولو كان فيها مرض، حتى وإن كانت مصاصة الدماء، سعمة تقولوا هكذا تعاملوها؟ ولا لأن بشرتها سمراء؟ البنت عادها طفلة عمرها 11 سنة. طبعا المخيم حق اللي كان ساكن بها البنت وعائلة البنت هذه الذي قالوا عليها مصاصة دماء في صنعاء، في مخيم شملان وراء مدرسة الوحدة، مخيم للنازحين، ساعدوهم. فالله أظهر لنا معاملة هؤلاء لكي يظهر المخيم الذي كان مفقود من ذاكرة جميع اليمنيين. رسالة إلى جميع الدول، جميع الأشخاص الذي خارج اليمن، جميع اليمنيين، إن اليمن لا زالت فيها وفي قلوب اليمنيين الرحمة والعفة والطهارة والشرف والكرامة، لا زالت فيهم ومعتصمين بحبل الله،
ولكن القليل من يشوهون بسمعة اليمن واليمنيين. وهذه البنت الآن محتاجة لعلاج وفيها مرض نفسي حسب ما وثقت أمه في قناة أحمد علاو. نزل للمخيم ويسأل أمها ويسأل المخيم ويتفقد حال النازحين، إلا أنهم في مأساة وقعقعة حقيقية لم يشهدها أي مخيم. مخيم مكشوف، هذا معوش مخيم، هذا قدهم بالشارع بين البرد بين الريح. أنا لو قمت أطرح قليل سلته بالبلكون المكشوف أجي بعد ساعتين قاهي ساقع ثلج، فما بالك هم بين الريح والبرد في أنصاف الليالي وفي النهار. انظروا إليهم، إن لم نتعاطف معهم ليست في قلوبنا رحمة ولا عفة. الذي قادر ومستطيع يتوجه إلى هنا ويكفي. يجب على الجميع من يلقى أي شخص يشعر بالبرد يعطي له بطانية، قماش، أي حاجة تدفيه. إذا كان لديه أكواد زائدة، إذا كان لديه ملابس زائدة يعطيه، سيحتاجها اعطيه. يتمنى قليل مما تلبس ليدفئ نفسه. واي شخص يشوف انسان جائع يروح للبيت يشوف اذا في اكل زايد ان يعطيه. ان تعاطفنا مع المنسيين، ان عاملنا الناس بالانسانية، ان عاملناهم بالرحمة والعفة، ان نتفقد احوال غيرنا قبل احوالنا، ان نحب اخيك اكثر مما تحب نفسه. وسترون كيف سيفرق الله على اليمن واليمنيين مما نعانيه. أما غير كذا أقسم أن الله لن يقصر معنا وسيزيدنا فوق المعاناة معاناة حتى نشعر أن الله حق، حتى نقوم بواجبنا في هذه الحياة الدنيا الفانية. اكتبوا بالتعليقات ايش نفعل عشان الله يفرق علينا. هذا ولا أريد أن أطيل عليكم، ما أردت أن أذكر نفسي وإياكم به، عسى الله أن يهدينا له. وما أخطأت فمن الشيطان، وأعوذ بالله من الشيطان ومن وسواسه للإنسان.